عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم. هل يعرف المواطن الجزائري اسم رئيس البلدية تاعو؟ تابعوا معنا شوفوا كيفاش تكون الإجابات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صريح جدا. واش من البلدية اللي تسكني فيها؟ واش من البلدية؟ كل صراحة بلدية قبة. القبة. وكان سقسيك على اسم الرئيس البلدية تاعكم. تعرفين ولا لا؟ والله ما نعرفه. والله ما نعرفه. ندخل البلدية خطرة في العامين ولا في العام. ما تعرفيش رئيس بلدية؟ والله ما نعرفه اسم تاعه. بلك جامي ما كان بلك لقيتيه ولا هدرتي معه؟ ما لا جامي. رحت خطرة مشي من بار الرئيس اللي استقبلنا. حبيت نستقبل الرئيس. ما قدرتش استقبلت لاجوا ما نعرفش اسمه. هذا ما كان. إذا تعرفي رئيس البلدية تاعكم إذا تعرفي اسمه؟ لا ما تعرفي؟ لا أبدا. ما بكش كاع شكون رئيس البلدية تاعكم؟ لا ما نعرفوش والله ما نعرف. سيدي يعني جامي ما كان عندك بالك تواصل ولا لقاء معه؟ لا أبدا لا لا. تعرفيه؟ لا. ما على بالكش شكون؟ لا. يا وليدي وانا يا خرجت لها ليك ستري دنيسونس ما قدرتش نعرف اسمها. رئيس البلدية عندكم مرا انتم؟ قالوا مرا. انا ما نعرفهاش جامي شفتها بصح يقولوا مرا. واش من بلدية؟ الجي سنتر. بكل صراحة اذا تعرفي اسم رئيس البلدية تاعكم؟ نو ما نعرفوش باسكو بدلوه. واش من بلدية؟ جسر قسنطينة. جزر القسنطينة. لا تشي في جزر القسنطينة. نقول لك بكل صراحة يعني بلدي الأولاني تواتي ولو ديرني ما نعرفوش باسكو قلت لك بدلوه. بكل صراحة إذا تعرف اسم رئيس البلدية تاعكم؟ نعرفه بزاف بزاف. يعني تعرف الاسم تاعو ما في تلاقى به؟ موالف متلاقى به يجي المارشي كيما هو كيما الناس يدور نورمال. اخر مره تلاقيت به؟ لا عندي صبر من با واحد ويجور هكذا. واش من البلديه؟ بجايه اميزور. بكل صراحه اذا تعرف اسم رئيس البلديه تاعو؟ نعرفوا الاسم تاعو. الاسم في بوروبه لا مونطان واسمه مولود سايت مولود. نعرفوا وديجا عطيت له الدوسي تاع البيا قال لي نجوزك هم مازال لحد الان صافي واحد عطيت له الدوسي واحد سيمو هكذاك هم مازال ما رجع لي حتى خبر. تلاقيت معاه هكذا يعني كي تحب تلاقى به تلاقى؟ عادي نورمال انسان متواضع رئيس متواضع وكذا. كي نتلاقى انا وياه هكذا نحكوا على جياسكا يحب جياسكا وانا ثاني وليت جياسكا. بكل صراحه اذا تعرفي اسم رئيس البلديه تاعكم؟ ما نعرفوش. واش من بلديه؟ تاع شومانوف. متعرفوش؟ عاش رئيس. جامي سمعتي باسمه؟ انا على بلش. بكل صراحة تعرف اسم الرئيس البلدية تاعكم؟ نعرفه ايه نعرف. البلدية اللي تسكن فيها؟ بجراح. بلدية بجراح. لو كان سقسيك على اسم رئيس البلدية تاعك اذا تعرفه له؟ ما كاش لي يعرفه وما كاش لي الحق لعنده نتحداك ما كاش لي الحق لعنده قاع. اسم الرئيس البلدية تاعكم؟ بلدية رحمانية. لا اسم رئيس البلدية تاعكم؟ بلدية رحمانية. اسم رئيس البلدية؟ حميد. حميد. آخر مرة تواصلت معه؟ وليد فاميليا في حده. وليد فاميليا في حده. احنا شوف رئيس بلدية شوف يهدر معك في القهوة ويهدر معك في البيرو في الجامع تلاقى به من ومن. وليد فاميليا في حده. انا نعرفه من بكري. ويحب لك باش تلحق ليه. والله ما تلحق ليه رئيس بلديه ما تلحقش لي انسى باش تلحق ليه قسما بالله غير كيما راني نحكي معاك في بلديه باش جراح. جامي تلاقيت جا انا تلاقيت به بصح كاين الناس ما تلحقش ليه كاع. اخر مره تواصلت مع رئيس البلديه تاعك؟ اخر مره تواصلت مع رئيس البلديه راه كان عندي بيرمي ديالي في البلديه كي رحت نجيبو. تقولش انا كنت مقلقك فاهم. المره اللي تخدم الداخل راحت لرئيس البلدية انا كاين نيميرو تليفون كاين كلش. تقلقت انا ما حبيتش نرفد برمي ديالي خرجت رحت للدار عيط لي في تليفون رئيس بلدية عيط لي في تليفون. رفدت انا قلت له الو وي السلام عليكم سلام شكون معايا؟ قال لي معك رئيس بلدية سي مصطفى. قال لي تقدر تجوز عندي البيرو. جس عنده البيرو دخلني البيرو قال لي اسمع استقبلني بالانتيك بيا قال لي كش ما يخصك. قلت له والله الحمد لله. قال لي علاش تقلقت وكذا منا
قلت له انا عندي كور ونرف ونتقلق. يعني ملتم وليت تعرفوا رئيس؟ ملتم وليت نعرفوا انت كبير، قال لك شنو يخصك جوز، قال لي الحمد لله. يا بكل صراحه اذا تعرف اسم رئيس البلديه تاعكم تاع شنو تاعنا نعرفه. وين في تيزي وزو؟ نعرفه اسمه علي وات مجيد. يعني من اللي ولا رئيس بلديه وانت تعرفه؟ حاجه باينه. كان ديجا يخدم عندنا في الاخر، كان يخدم في كي كون في حاجه تاع لا سونتي، في كي كون تاع لا سونتي. بعد دوكا ولا امير، حاجه باينه نعرفه. كلمه توجهها لمن؟ كاميرامان؟ لا رئيس بلديه. يا ودي ما درت الناس طاط تاعنا، ما درت طريق، مازال ما خدمتهاش، بزاف صوالح بزاف. ان شاء الله برك الشيء اللي يبقى يعاود يخدموا هذا المكان. بكل صراحه اذا تعرف اسم رئيس البلديه تاعكم؟ ايه بيان شو نعرفه. شو البلديه؟ احنا بلديه تاع برقي. تعرفوا اسم الرئيس؟ ايه الرئيس تاع البلديه باين، انا نعرفه كامل غير انا نعرفه. انا واسمه؟ ايه جوستومون هو اسمه هكا، ما جاتش في بالي بلي تغسيني على البلديه. عندك هذيك حاجه ولا نسيت اسمه؟ ايه والله نسيت. اسم رئيس البلديه تاعكم مش من البلديه؟ بلديه ام البواقي. تعرف اسم رئيس البلديه تاعكم؟ دبلي اسمو والله يا اخي، غير دبلي اسمو. نعم دبلي اسمو. نسمي لك اسم تاع عين بوش؟ عين بوش، بلديه عين بوش. عين بوش؟ لا اعطيني البلديه تاعكم، رئيس بلديه تاعكم. انا زيد عين بوش. ايه حمله ربح. ايه رئيس بلديه عين بوش حمله ربح. ايه حمله فريد. حمله فريد. يعني تعرف؟ نعرف جدا، نعرف فاميلتي. بكل صراحه اذا تعرف اسم رئيس البلديه تاعكم. على كل حال هو وليد حومتي بصح ما نعرفش اسمه، نسيت اسمه. راح لي ماشي سي ان اونسيان دو كارتيي، كان يسكن با لوان دو كاديكس، هنايا غير هنايا با لوان دو سوستار كاديكس. والاخر بلدية الجزائر الوسطى. ابخي كاين تاع القصبه، هما متلاصقين، كاين ما كاش ديفيرونس، كاين طريق بيناتهم. هذا ما كان على بها. يعني لو كان تشوفو تعرف؟ لو كان شوفوا نعرفوا. يا بدر اسمو نسيتو؟ اسمو نسيتو. بكل صراحه اذا تعرف اسم رئيس البلديه تاعكم؟ وي نعرف زيزو. البلديه سحاوله. نعرفو باين. كيفاه تعرف؟ نعرفو هكا بالمظهر، شايفو هكا برك منقصر معاه، بصح ما نعرفوش مليح مليح. مشي بروش ليه. وين اخر مره تلاقيت به؟ في الصطاد، داروا صطاد في الحومه وواجه. يعني هو يدور؟ يدور. لا سيفري يدور. اسمو زيزو.